ابن المقاهي الشعبية والأزقة الضيقة والشوارع التي تزدحم بالحركة والناس. أصغر إخوته، واسمه اسم مركب بنفس اسم الطبيب الذي أشرف على ولادته المتعسرة، نجيب باشا محفوظ، طعن في عنقه على يد شابين قد قرروا اغتياله، اتهامه بالكفر والخروج عن الملة بسبب روايته المثيرة للجدل أولاد حارتنا. نجيب محفوظ عبد العزيز أحمد الباشا، أديب وروائي مصري، ولد في حي الجمالية بالقاهرة سنة 1911، التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم الفلسفة، عمل في عدة وظائف مثل سكرتير برلماني في وزارة الأوقاف ومدير عام لمؤسسة دعم السينما. تزوج من السيدة عطية الله إبراهيم، وأخفى خبر زواجه لمدة 10 سنوات متعللا من انشغاله برعاية أمه وأختي الأرملة. السبب وراء شهرته هو تحول عدد كبير من كتاباته إلى أعمال تلفزيونية. تأثر بالشارع المصري وبدأ مسيرته بالكتابة الواقعية، ومن رواياته القاهرة الجديدة وزواء المدق وخان الخليلي والسراب وبين القصرين، فصنفت رواياته تحت تصنيف الأدب الواقعي. عرف عن الأديب نجيب محفوظ عن ميله الشديد لعدم السفر إلى الخارج، لدرجة أنه لم يحضر لاستلام جائزة نوبل في الأدب، وأوفد ابنته لاستلامها. حاز على قلادة النيل العظمى وجائزة الدولة في الأدب. أصيب بجرح غائر في الرأس أثر سقوطه في الشارع، وتوفي عام 2006 بعمر 95 سنة. بس كده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والإكسبلور. مع السلامة.